وأيضا على الجانب الآخر النهاردة كان نائب رئيس مجلس إدارة شركة المراسم، وشفت في كلمته هو بيتكلم الحقيقة دكتور خالد، شفت في كلمته أنه هو بيحب النادي الأهلي جدا وعارف قيمة النادي الأهلي بمنتهى الاحترام وبمنتهى الأدب، وزي ما حضراتكم شايفين راجل صوته جميل وصوته واطي كده، تحس هو بيتكلم حاجة محترمة جدا جدا جدا. خلينا نطلع نشوف أيضا كلمة نائب رئيس مجلس إدارة شركة المراسم وحديثه عن النادي الأهلي وكلمة قالها دكتور خالد بن لادن. نطلع نشوف كلمة نائب رئيس مجلس إدارة شركة المراسم دكتور خالد بن لادن ونرجع نكمل مع حضراتكم مرة أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لمن دواعي سروري أن أقف بينكم اليوم في هذا الاحتفال على شرف النادي الأهلي العريق. من وأنا صغير أي حد كان بيسألني أنت إيه؟ أقول أنا أهلاوي. يسعدني أن أنقل لكم تحيات أخويا الكبير رئيس مجلس الإدارة شركة المراسم المهندس عمر بن لادن، وأشكركم على حضوركم الكريم. وسنت شركة جهود السوق المصري قبل 25 عام، مضت تحديات في عام 97 في مجال الإنشاءات والمقاولات، وحققت الكثير من الإنجازات على أرض الواقع برؤية نافذة وتخطيط علمي متكامل. قادنا في التحويل إلى ميدان التطوير العقاري والعديد من المجالات الداعمة ذات العلاقة والمشروعات المستدامة وصولا إلى أقصى مستويات النجاح. وصولا لأقصى مستويات النجاح بمشروعات ضخمة تعكس رؤيتنا الإبداعية بمزيد من الأصالة والحداثة. وفي إطار دور شركة المراسم على المجتمع ورغبته العميقة في إرساء حقبة جديدة من النجاح والشراكة مع كيان النادي الأهلي العريق الذي أثبت منذ تأسيسه في عام 1907 أنه حصن الرياضة واقتصادي منيع أمام أعتى التحديات، وما زال يقترح المعجزات والنجاحات محليا وإفريقيا بأسس ومبادئ احترافية ترقى للعالمية وتوازي رغبة شركة المراسم الدولية للتطوير العمراني في كتابة فصل جديد من تاريخ نادي القرن. فإنه يشرفنا أن نكون الراعي العقاري الرسمي للنادي الأهلي لسنوات قادمة، سائلين الله عز وجل التوفيق والنجاح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة حاجة محترمة جدا دكتور خالد بن لادن نائب رئيس مجلس إدارة شركة المراسم. زي ما حضراتكم شايفين النادي الأهلي يليق بشركة كبيرة زي شركة المراسم، وشركة المراسم تليق على النادي الأهلي لأنها شركة كبيرة في المجال العقاري. كل التوفيق إن شاء الله، وتظل دائما هذه الشراكات الكبيرة بدايات جديدة للانطلاق لعالم أكثر تطورا، الحقيقة عالم رياضي أكثر تطورا طبعا، ده من خلال النادي الأهلي. زي ما حضراتكم سمعتوا كده كابتن خطيب قال عندنا خمس مقرات، أنا بسميهم خمس مقرات، أربع مقرات موجودين في القاهرة، ومقر في الأقصر، مقر النادي الأهلي في الجزيرة، ومقر النادي الأهلي في الشيخ زايد، ومقر النادي الأهلي في التجمع الخامس، ومقر النادي الأهلي في مدينة نصر، أربع مقرات، ومقر النادي الأهلي في الأقصر اللي موجود عليه اسم النادي الأهلي. كابتن خطيب قال إن إحنا عندنا هذه المقرات
كلها الحقيقة على أعلى أعلى مستوى. وزي ما حضراتكم شايفين ده كان وقت توقيع العقد ما بين النادي الأهلي وشركة المراسم في وجود كابتن محمود الخطيب ودكتور خالد بن لادن نائب رئيس مجلس إدارة شركة المراسم.